ذلك يسبب ثغرة في أمن المجتمع. ومن المؤسف أن بعض الأرامل تنتهب حقوقهن المالية من الإرث، أو يحصل تباطؤ وتأخير في إعطائهن نصيبهن. توفي الزوج وعند إرث المرأة آخر من يفكر فيها، وخاصة إذا كانت هي الزوجة الثانية والأولاد أو الوصي، أخو المتوفى أو ابنه من زوجة أخرى. حالات تحصل أن هذه المرأة الأرملة تعاني مشاكل، تمنع من الوصول إلى حقها، لا تنال حقها من الإرث. وأنا تعرفت على حالات عديدة، أرملة وزوجها مات وعندها عنده خير، لكن وين تحصل نصيبها من الإرث؟ فتصبح في حاجة، تسأل، تستعطي الجمعيات والضمان الاجتماعي، مع أن لها حق، مع أن لها ثروة في نصيب في مال زوجها، ولكن يحصل حيف وضيم لها. وفي أحسن الفروض أنه يصير تأخير. مع الأسف الشديد تحصل حالات كثيرة يتأخر فيها تقسيم الإرث، إما بسبب تهاون، تساهل، الوصي أو الناس اللي بيدهم الإرث ما هم في حاجة. طيب أنت مو في حاجة، بقية الورثة في حاجة، حتى لو لم يكونوا في حاجة هذا حق لهم. لماذا التأخير في تقسيم التركات، في تقسيم الإرث؟ هذا لا يصح، هذا لا يجوز. حتى لو كان هناك خلاف لازم يصير سعي جاد لحل الخلاف. وإذا كان الخلاف ينحصر في جزء من التركة، أرض، عقار متنازع عليه، طيب باقي الأشياء اللي ما فيها نزاع تقسم، يعني بالمقدار الممكن أن تصل الحقوق إلى أصحابها. صحيح أن بعض الأرامل تعمل وموظفة، لكن حتى لو كانت موظفة هذا حقها، لماذا ينتهب ويصادر منها حقها أو يؤخر وصوله إليها، لها ولأطفالها لأيتامها؟ إن الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً.